وسهلا بكم متتبعي جريدة العمق المغربي، ومرحبا بكم معنا في برنامج جاوب وفوز. حلقتنا اليوم غتكون من شاطئ الأمم، هو المكان اللي معروف بلاج دي ناسيون، شاطئ اللي تابع لمدينة سلا. هذا الشاطئ الجميل المخفي حاصل على اللواء الأزرق لخمس مرات، كيجيو ليه الناس باش يستمتعوا بهذا الرمال وهذا الهواء النقي. ولكن حذاري من هذه الأمواج العالية. قبل ما نبداو حلقتنا نبغي نذكركم بقانون المشاركة. حلقتنا عبارة على ثلاثة الأسئلة في الألغاز والأمثلة الشعبية، واللي غيجاوب على جميع الأسئلة غيفوز معنا بواحد الجائزة. من هذا المكان الرائع غنبداو حلقتنا، معكم فاطمة زهرة، يلا ومعايا. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير انت هانيه. لا ربي يخليك، كلشي مزيان. منين انت؟ من ربع، من سله جديده. من سله جديده، متشرفين. شنو الاسم ديالك؟ طارق. طارق، متشرفين سي طارق. الشرف لي اختي. بغيناك تشارك معنا في واحد المسابقه. ايه مرحبا. الوغ هذه المسابقه عباره على ثلاثه ديال الاسئله في الالغاز والامثله الشعبيه، ولا جاوبتي عليهم بشكل صحيح غادي تربح معنا واحد الجائزه. مرحبا. مستعد؟ مستعد. واجد؟ كلشي واجد. السؤال الاول هو عباره على واحد اللغز بغيناك تحلو لينا. الوغ كلبتنا الهبهابه تخرج السبع من الغابه، شكون هي؟ كلبتنا الهبهابه تخرج السبع من الغابه. ايوه شكون هي؟ اللبؤه. لا المراه. ممكن ممكن. والمراه تخرج السبع من الغابه، صافي غير تقد عليها ياك. قد عليها. الوغ لا الجواب غلط. الماء صخيره. كلبتنا الهبهابه تخرج السبع من الغابة، شكون هي؟ مشطان. والجواب صحيح، تبارك الله عليك، ما عادي ما يتسالك من الدقة الأولى. برافو تبارك الله عليك. المشطة. المشطة. برافو عليك، ألوغ جواب صحيح، السؤال الأول جواب صحيح، هي المشطة. المشطة. تبارك الله عليك، جواب صحيح. ندوزو للسؤال الثاني. دخلنا يشرب اللبن. طمعنا في البغا. دخلناه يشرب اللبن. و صدق ساكن معانا. صدق شارك معنا الدار. صدق بايش شارك معنا الدار. خلنا يشرب اللبن. صدق شارك الغنم. وجواب صحيح، جاوبتي على السؤال الثاني. واش كان صحيح؟ طمع علينا في الغنم. جواب صحيح، السؤال الثاني كان جواب صحيح. هاد الجملة هادي بغيتك، أنا نعطيك واحد الجملة بغيتك تعاودها من مورايا بالزربة. ألوغ الحمام حلال واللحم الحمار حرام. زربة. اللحم الحمام حلال واللحم الحمار حرام. 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 اللحم حلال اللحم الحمام حلال واللحم الحمار حرام. اللحم الحمام حلال واللحم الحمار حمار. لحم الحمام حلال ولحم لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. تبارك الله عليك، ما عندي ما يتسالك. الوغ جاوبتي معنا على سؤال واحد، ما عندي ما يتسالك. شكرا لك، شكرا على المشاركة ديالك. لحم حمار حرام ولحم حمام حلال. تبارك الله عليك. والسؤال الثالث حتى هو كان جواب صحيح، ربحتي معنا واحد الجائزة. تفضل. تفضل معايا، هذا واحد الجائزه رمزيه من طرف جريده العمق المغربي. تبارك الله عليك. شكرا لما الناس اللي كيشوفوا فينا دابا. تفرجوا في هذه القناه راه زوينه، عجبتنا اول قناه تعجبنا هي القناه هذه، ومرحبا بكم ديما. شكرا لما الجمهور اللي كيشوفوا فينا. كنشكركم بزاف، ومرحبا بكم في ديناسيو معنا، ومن احسن البحور المغربيه اللي معروفين هنا في المغرب بزاف. ومرحبا بالساكنه ديال المغرب كامل، مرحبا مرحبا بكم بزاف. شي كلمه للناس اللي كيشوفوا فينا. السلام عليكم، من اي منطقه في المغرب بغينا نقول لكم مرحبا بكم في شاطئ دي ناسيون الامم. تقريبا جا في الوسط ديال مدينه سلا، فارق ما بين بوقنادل وسلا المدينه. تقريبا الناس ديال سلا فين ما تيبغيو يفوجوا شويه، كاينين عطال البحوره، ولكن هذا حيت ديجا عنده لواء ازرق، فهمتي؟ الناس كيجيو تيبغيو النقاوه اكثر ما تيبغي يتبحر. مرحبا بكم. شكرا لما الناس اللي كيشوفوا فينا دابا.
اش نقول لكم يعني هذا البرنامج يعني تيحاول يوصل واحد الفكره يعني على باش الناس يحاولوا يجاوبوا على شي اسئله اللي هما شعبيين وتيخلق واحد يعني واحد المتابعه بالنسبه للناس اللي تيتفرجوا في هذه القناه ديالكم الكريمه. وكما تشوفوا البحر راه زوين ونظيف والناس تيجيو له يعني من جميع المناطق ديال المغرب. شكرا. الوغ شي كلمه للناس اللي كيشوفوا فينا دابا؟ واخا تنشكركم انتم، الله يعاونكم انت، الله يسهل عليكم، ونشكر الناس ديال ديناسيون والسلام، وتنسلم على وليداتي وعلى العائله وهذا الشيء اللي كان ايوب بلال ايوب مراته وليداته ايوب بلال ومراته وخديجه وليداتها وابتسام وراجلها والله يرضى عليهم، الله يسهل عليكم انتم بنتي. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.